جمهور الاهلي بيبقى يعني ما الرد الفعل بيبقى عنيف، فمعنى ان رد الفعل بقى كويس وفي استحسان للولاد ده بيديهم دفعه كمان ان هم يشتغلوا اكتر. اكتر، ويعرفوا ان يعني ان انت دايما ايه مع في النادي الاهلي لو اديت 40% جمهور الاهلي بيديك 60% عليهم على شغلك، فما صح بالك بقى لو انت اديت 70 و80 بتبقى بتعدي ال 100% فبتروح في حته تانيه. عشان كده بقول لك ايه، بقول لعيبه إيه؟ اكسب جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيحب الكوره وبيحبك، هو مش بيحبك عشان انت اسلام او عشان انت ده بيحبك عشان تعرف في النادي الاهلي، صح فلازم تستفيد بالنقطه دي، وحبه ليك لازم انت تبذل مجهود كبير جدا لان ده ما بيجيش من فراغ، يا يحبك مش يا وديكوا شفتوا وديكوا شفتوا يعني الجمهور انت خلي بالك دلوقتي سهل قوي ان انت تقول اديكوا شفتوا بس يعني الحمد لله انت دلوقتي بتتكلم من ارض من ارض صار. كويسه، وزي ما بيقولوا كده ان انت يعني الناس ابتدت لا في امل ان في حاجه في منتج طالع من قطاع الناشئين، طبعا لسه مش هو ده مش حلمنا، لا ده انا حلمنا حاجات تانية اللي احنا شغالين عليهم، لا عايزين عندنا حاجات تانية اكتر شغالين عليها ان شاء الله تطلع بشكل احسن والناس تبقى مرتاحه وتقدر تغطي يعني قطاع الناشئين يقدر يغطي مساحات كتيره جوه الملعب باللعيبه ويبقى يطلع وينافس ويلعب ويبقى ليه دور قوي في النادي الاهلي.